النهاردة هنتكلم عن الرافعة المالية. الرافعة المالية هي استخدام الديون لزيادة الأرباح، وبتكون تكلفة الدين هي سعر الفايدة، وبتكون رسوم ثابتة لأن لازم دفع الفايدة سواء الشركة حققت أرباح أو لا. طب هل التمويل باستخدام الرافعة المالية مفيد للشركات؟ طبعا بيكون مفيد للشركات في حالة ان الوضع الاقتصادي للدولة بيكون جيد، بمعنى ان العائد على الأصول بيزيد عن تكلفة القروض، والعكس طبعا لو الوضع الاقتصادي للدولة مش جيد، بمعنى ان سعر الفايدة هيكون عالي ومعدل العائد على الاصول هيكون قليل، فبالتالي الرافعة المالية استخدامها هيكون غير مجدي. طب ايه الافضل للشركات في حالة ان الوضع الاقتصادي غير جيد؟ الافضل في الحالة دي ان التمويل يكون ذاتي من خلال حقوق المساهمين اصدار اسهم لكي يكون عندهم القدرة على سداد الديون والفوائد بشكل منتظم. طب ازاي بيتم حساب الرافعة المالية؟ الرافعة المالية بتساوي اجمالي الديون على اجمالي الاصول في 100، وده معناه ان الاصول الموجودة في الشركة ممولة بنسبة كام من الديون والالتزامات. نفترض مثلا نسبة الرافعة المالية 60%، ده معناه ان هيكل التمويل للشركة دي 60% قروض وتمويل خارجي و40% تمويل ذاتي.